اليوم مع عبد الإله العمري أخذ شوي من أدوار مايكون في الكور الطويلة، كيف تشوفه يا كابتن؟ طبعا طبعا، يمكن ذكرت قبل كذا، قلت لك صالح النعيمه القادم ان شاء الله، واشكر عبد الله يعني ما شاء الله شاف المقطع ارسل لي ويشكرني. لا تشكرني هذه حقيقه، ولكن ركز في عملك عبد الله. شوف الكرات العاليه ما شاء الله 100%، الكرات الطويله 100%، يحتاج الى عمل في الكرات القصيره تحت، يعني يحتاج الى عمل وهو لساعه صغير. هذه لو عمل، لو بدا يتطور فيها حيكون مدافع كبير جدا في الكره السعوديه والخليجيه والعربيه والاسيويه. على فكره وعلاوه على ذلك ترى الولد اخلاق عاليه، قيادي ما شاء الله عليه. صحيح. هذه كلها ان شاء الله تعالى عبد الله في القريب العاجل ان شاء الله حيكون احد المدافعين الكبار في السعوديه، وممكن كثير، ممكن جدا يكون المدافع الاول بعون الله. طيب هنروح للفاصل وبعد الفاصل نعود.